الله ايه يخليك. اللي حصل بقى في البنك الاهلي؟ كان معايا الست اللي هو اشرف نصاري امبارح، وكان متضايق شويه من اللعيبه، وكان متضايق شويه من تقصير بعض اللاعبين. افهم منك اكتر، وافهم كمان قرارك النهارده بالاعتذار عن منصبك. والله يا كريم، يعني هو قراري بالتشاور كمان مع سيادة اللواء ومجلس الإدارة في نادي البنك الأهلي، ويعني مش قراري كده منفرد يعني. بس أنت عارف، أنا بقى لي 4 مواسم في نادي البنك الأهلي. يمكن أنا يعني الحمد لله متواجد من ساعة ما الفرقة صعدت للدوري الممتاز. تعاقبت على جميع المدربين والأجهزة الفنية، فساعات بتحس إن أنت إيه، عملت أقصى حاجة تقدر تعملها ومفيش توفيق في الفترة دي. فبتقول ايه، بترفع الحرج على نفسك وبتتشاور مع المسؤولين برضو، ان برضو امبارح احنا خسرنا المباراة الرابعة على التوالي، فممكن يكون في مثلا ادارة عايزة تاخد قرار بتاع. فانت ان انا ابن المكان يعني، فاني عارف المكان ده انا بحبه جدا، واللي هو اشرف ده ابويا، والاستاذ محمد عبد المنعم المشرف على الفريق اخويا الكبير كابتن طارق مصطفى. فعايز عمال ادور على 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 حلول، مش يعني مش عارف. احنا فرقه جامده جدا، معانا سكواد جامد جدا، معانا لعيبه مميزه، الاداره مش مخلينا عايزين حاجه، معانا مدرب قوي جدا. فساعات بتحس تفكر كده هتتجنن، طب ايه المشكله؟ ده انا اتجننت بقى، ده انا امبارح واقف في الحلقه عمال اقول انه مفيش، يعني ربما النادي البنك الاهلي وصل للمثاليه او الاقرب للمثاليه، اداره محترمه جدا، جهاز فني كبير جدا، لعيبه مميزه جدا، فما تلاقيش يعني ما تلاقيش حتى انا زيك كده، انا وانا من بره، انت كمان جوه، بس من وانا من بره لا، المكانه اللي فيها البنك الاهلي مش مكانه طبيعيه، ولا عدد النقاط اللي عنده هي عدد نقاط طبيعيه، في حاجه غلط مش مفهومه. بص يا كريم، هو الحاجه اللي انا ممكن اقولها لك اللي هي ممكن تكون عامله ازمه شويه، كثرة النجوم في الفرقة. عندنا مثلا 27 28 اسم لعيب جامد، اسماء كبيرة. فممكن شوية كريم، عارف مفيش تقبل ان انا اقعد احتياطي، مفيش تقبل، انا مش مقتنع ان زميلي ده يلعب وانا ما العبش. بس دي حاجات مش ظاهرية، دي حاجات. ايوه بس كابتن كريم لو تسمح لي، هو ده دورك بقى صح؟ يعني انك تكنترول على المجموعة دي، وانت عندك الشخصية. انا عملت كده، لسه اقول لك، انا عارف ان انت عندك الشخصية دي، انك تعرف تتحكم في الظروف اللي زي دي، ان يبقى عندك عدد كبير من النجوم، بتعرف ازاي تتعامل معاهم وازاي تهديهم. ايه اللي حصل؟ بقول لك يعني في لعيبه كتير دخلت السنه دي، ولعيبه قديمه واسماء كبيره جدا في الفرقه، لا بتتحكم يعني. الحمد لله انا ما عنديش مشاكل في الفرقه ظاهريه، لكن في حاجات بتبقى داخليه بقى جوه نفوس اللعيبه، زعل جوه نفوس اللعيبه، رغم ان احنا بنتكلم وكابتن طارق مصطفى بيتكلم والاداره بتتكلم مع اللعيبه وبنقعد نتكلم، بس بتبقى في حاجات يعني. حتى احنا كريم، الماتشات اللي فاتت عاملين ماتشات جامده جدا، كسبين الاهلي وبعديها كسبنا الداخليه، وبعدين لعبنا طلاع الجيش وان سايد جيم، يعني عايز اقول لك ضيعنا 12 13 فرصه، الكوره مش عايزه تخش، طلع الجيش صاد شوطه فاول من بعيد بعدها دخلت، خسرنا ماتش ما ينفعش مش نتعادله، يعني ما ينفعش. بعديها ماتش بيراميدز عملنا ماتش جامد جدا على بيراميدز، كنا متقدمين وبيراميدز اتطرد منهم واحد، تلاقي نفسك بتخسر بضربه جزاء غريبه. ماتش امبارح حتى لو انت ممكن الناس ما كانتش مركزه معانا، كانوا بيتفرجوا على الزمالك وسموحه، لما امبي الشوط الاول كسبين 1-0 ومضيعين جولين ثلاثة، ممكن نبقى نطلع من الشوط الأول 2-0، تلاقي امبي دخل، يعني في حاجات عدم توفيق غير طبيعية، فبتخليك تفكر طب إيه يا جماعة المشكلة؟ طب ممكن يكون المشكلة فيا أنا، أنا في حاجة السنة دي. طب كابتن كريم، أنت حسيت يعني. أنت حسيت زي اللي هو أشرف نصار إنه في لعيبة كانت مقصرة بشكل واضح؟ أنا ما بحبش أحمل المسؤولية على اللعيبة دايماً، لأن يعني أنا دايماً إيه، ما بحبش أطلع مبررات، لكن أنا بقول لك النقطة دي هي نقطة خارج كرة القدم، هي نقطة نفسية. يعني احنا ككرة، لا انت بتتفرج على الماتشات وتشوف، يعني حتى ماتش الزمالك عاملينه ماتش كويس جدا، واتطرد مننا برضه طرد غريب بتاع أسامة فيصل، وبنلعب ب10 وبنهاجم الزمالك. فهي مش قصة كورة، ان احنا كابتن طارق مدرب كبير وبنعمل تدريبات والفرقة بتأدي بشكل كويس، بس في غياب توفيق. فاهم قصدي؟ فانت كمان بتبقى عندك سنسة برضه، ان انت راجل قديم في النادي وراجل بقالك 4 سنين، فبتبدا تتكلم وتشوف دماغ الاداره، طب مين المقصر؟ فلازم حد يكون فيه مقصر. صحيح صحيح. بتحس ان انت برضو كريم، انت عايز تحافظ على نفسك، وعايز تحافظ على النادي، وعايز تحافظ على رئيس النادي والمسؤول، فاهمني؟ فبتعرف بتقول يا جماعه كذا كذا كذا، انا طب ممكن انا ما اكونش موجود، ممكن بيبقى اوكي، طب يا كريم معلش الفتره دي مش مظبوطه. انا ما بتكسفش كمان، يعني ما بتكسفش اقول ان نادي البنك الاهلي ليه فضل عليا والناس بحبهم
وناس يعني بتعاملني بتديني مسؤوليه كبيره. فوضع طبيعي كريم ان الكوره انت اضخم تخين واضخم مدرب بيتغير وبيه. صح صح. يعني انا بدي دايما مثال بابويا حسن شحاته، خد 3 بطولات لمصر واتغلب في التصفيات ماتشين افريقيا مش صح.